وهنيئا لمن عزم الحج أو هو قد حج. الحج إلى البيت العتيق معناه أنك تذهب إلى ربي جل وعلا متشبها بمن مات، تغتسل كما يغسل الميت، وتلبس إحرامك كما يلبس الميت أكفانه، ثم بعد ذلك تخرج إلى صعيد كأنما هو المحشر، ثم يتجلى العظيم سبحانه وتعالى على أهل الموقف. ماذا أراد هؤلاء؟ ثم يشهد الله أهل السماء أنه قد أعتقهم من النار. الله أكبر. وهنا لفتة، الحاج في صعيد عرفات يباهي الله به، ولا يباهي الله بالعصاة، ولا يباهي الله بمن شاء أن يعذبهم، بل إنه يباهي بمن قد غفر لهم، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بلا شك هم أفضل من كل عاص، بل إن الطائع من الأمة في خلاف بين أهل العلم هو أفضل من الملك، الملك لا خيار له إلا أن يطيع. أنت يا عبد الله إذا قدمت إلى الله تريد أن تكتب قصة حياتك القادمة حتى تعود بشهادة الميلاد وبغروب شمس عرفات، تغرب الذنوب والسيئات، ويخرج من هذه الأمة، يعود من هذه الأمة أناس كيوم ولدتهم أمهاتهم. أتدرون من المغبون؟ ذاك الذي دعاه ربه وما استجاب. الله بنى البيت لك، وقال لخليله عندما رفع القواعد من البيت ادعوا الناس إلى الحج، فنادى يا أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك. لماذا لم تأتي أنت؟ ولماذا تلك لم تأتي؟ ولماذا أيها الزوج هي تبكي تريد أن تلبي وأنت لا تعينها على التلبية؟ لماذا هذا البخل بالمال والوقت؟ إنها رحلة تغير معالم الحياة كلها. الحج قصة، قصة التوحيد تروى هناك على ربى مكة، بناء البيت الذي جعله الله قياما للناس، الله أكبر تلبي وتوحد ربي، ثم هناك تسكب العبرات، وبين الصفا والمروة هناك قصة الاضطرار لهاجر فرج كربها، ووالله من سعى مضطرا كضرورتها فرج كربها، ثم بعد ذلك رمي الجمار والطواف والسعي، قال الحبيب لإقامة ذكر الله الله أكبر، ثم ذاك الذبيح إنه إسماعيل فداه الله بذبح ونحن ننحر الهدي ونذبح الشاه تكبيرا لله جل وعلا وحمدا له، إذ جعل الأضاحي والهدايا في بهيمة الأنعام ولم يكن ذلك في أبنائنا. ثم هناك معاشر الأحباب قصة تختتمها ومعك شهادة الميلاد تعود، لا تحرموا أنفسكم. وهنيئا لمن حج هذا العام أو سيحج، وهنيئا لمن عزم على أن يحج البيت الحرام. إنها قصة الميلاد وقصة التوحيد تروى في مكة، فهل تكون من الملبين؟ لبيك.